كتعاني اختي من الكلف، كتعاني من التصبغات، عندك الاثار ديال الحبوب في البشره ديالك، وجهك كامل مشوط ليك بالشمس او لا حالته. اليوم جبت لك الحل وجبت لك واحد الوصفه خطيره واللي غادي تجربيها وغتشكريني عليها. منا العيد البنات اللي بغات تهلا في البشره ديالها وبغات الوجه ديالها يتنقى، منا العيد الوجه ديالك اختي كنضمن لك غادي يولي بلاره، واللي شافتك غتسولك على السر. بهاد الخلطه هذه العجيبه اللي غادي نعطيكم اليوم ديال كريم نيفيا وديال الخرق الكركم او الكركم، وصفه ما غاديش نشكرها لكم بزاف، خاصكم ضروري تجربوها. وهاد الوصفه البنات غادي ديروها وغادي تزعزعوا ليا المسيميمات. اي وحده يعني شافتك غادي تصدم فيك، اي وحده شافتك ضروري غتسولك على شنو كديري لوجهك، لان هاد الوصفه هادي راه ما نعاودش لكم، راه البشره يعني كاع داك التصبغات كلها غادي تحيد على شكل جلد ميت، يعني الوجه ديالك فيما غادي ديري هاد الوصفه هادي ومن بعد ملي غادي تغسلي غيبدا داك الجلد الميت غادي يتحيد، وكاع داك الكلف والاثار ديال الحبوب ودوك التصبغات كلشي يتحيد، والوجه ديالك راه غادي يولي يعني بحال شي بيضه وقشرتيها، كيولي زوين بزاف. غادي ندعو على بركه الله، تبعوا معايا خطوه بخطوه البنات حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على كيفاش غادي تستعملوا هذه الوصفه، ومجربه يعني شي حاجه اللي غادي نعطيها لكم وغترجعوا كاملين تشكروني عليها في التعليقات. من العيد وجهك اختي غيولي تيشقشق بالبيوضه. ندعو على بركه الله. فواحد الكاسرونه غناخدو ملعقه كبيره ديال الخرقوم او الكركم طبيعي، وكنقولها وتنعاود نقولها كركم طبيعي، يعني تاخدي الخرقوم خدي واحد رابعه صغيره ديال الخرقوم وطحنيها عند السيد اللي كيطحن هاد الخرقوم وهذا الشيء، طحنيه وغادي تجيبيه للدار وغتبداي تحضري بيها اختي هاد الوصفه باش يعطيك نتيجه مزيانه. كيف ما كتعرفوا راه العطريه راها كتخلط، يعني الا شريتيه مطحون راه ما نضمنش ليك النتيجه، يعني خودي طبيعي طحنيه قدام عويناتك باش تعرفي شنو كديري. من بعد غتاخدي واحد الملعقه كبيره غير النص ديالها، يعني نص ملعقه كبيره ديال حليب مجفف، غادي تضيفيه على داك الخرقوم مع كاس ديال الماء، وغادي تخليهم تيغلاو مزيان يعني واحد 15 دقيقه هكا حتى 20 دقيقه على نار متوسطه. من بعد غتجيبي واحد كاغيط بحال هكا ديال المطبخ او لا شي صفايه تكون رقيقه كما كتشوفوا هذه اللي عندي انا، راه كدوز هذاك الطخت ديال الخرقوم. المهم ديروا هذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، كاع داك الطخت كيبقى في داك الكاغيط، صفيتو كما كتشوفوا معايا هذاك الماء اللي تحصلت عليه ديال الخرقوم. وكيف ما كتعرفوا ان الكركم واحد الماده اللي مفيده بزاف للنضاره ديال البشره، اول حاجه كتقضي على دوك الطبايع على البقع البنيه يعني على الكلف على داك الحبوب والاثار ديالو، يعني كيعطينا واحد توحيد لون البشره، وكذلك يعني مزيان بزاف في ديك الماده ديال الكركمين يعني مفيده للبشره. من بعد ما صفيت هذاك خديت هذاك الماء يعني صفيت هذوك المكونات، كنردوهم الكاسرونه يعني كنشلوها وتردو ليها هذاك الماء. ودابا غادي ندوزو نوجدو نشا، كناخدو ملعقه كبيره عامره ديال النشا، نشا الذره، وتنديروها في شي زليفه، كنزيدو عليها شويه الماء يعني القياس اللي غادي يخلط لك داك النشا. النشا ما غاديش نضيفوه على داك الماء سخون، غادي يتكور لينا وبالتالي غادي يخسر لينا هاد الكريم اللي غادي نحضره. لهذا ديروا هاد الطريقه هادي، النشا ضيفوا عليه واحد شويه د الماء القياس اللي غادي يخلط لكم داك النشا، خلطوه مزيان حتى يولي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي تضيفوه على هاد الماء كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا على الوصفه ديالنا، وتخلطوا مزيان بهذه الطريقه. ودابا غادي ندي هذا الخليط على النار، ولكن ما تتغفلوش عليها البنات، ضروري بحال هكا كتبقاي كتحركي فوق نار متوسطه حتى كيولي ليك الخليط على شكل كريم. هنا غير الا غفلتوا عليه غير واحد رمشه العين راه كتلقاوه تلصق يعني في داك القاع
ديال داك الكاسرونه اولا داك الاناء، وبالتالي راه تيخسر، يعني كيجي شي تقيل شي ما تقيلش، يعني الخليط ما كيجيش هو هذاك، وكيخسر لك الكريم كتلوحيه يعني كترميه. لهذا ردوا البال. هنا من بعد ما تيوجد ليا الكريم ديالي، كتاخدي اي زيت مرطب اختي، زيت اللوز، زيت الجليسيرين، زيت الجنجلان او السمسم، يعني اي زيت كتستعمليه للبشره ديالك من طبيعه الحال زيت مرطب، كتضيفي واحد الملعقه صغيره وكتخلطي مزيان كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. هذا هنا مازال سخون من حده، هو كيبرد وهو تيتقال، هنا باقي سخون كما كتشوفوا معايا، فغادي نخلط مزيان هاد المكونات هادو. من بعد ما كنخلطوا مزيان هاد المكونات، كناخدو شي علبه يعني تكون ديال الزاج من احسن تكون فارغه، غسلوها مزيان ونشفوها مزيان، وغادي تديروا فيها الكريم ديالكم، يعني غتحتفظوا بهذا الكريم بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، الى ما قدكمش يعني داك الحاجه اللي غادي تحتفظوا بها، تحتفظوا بالكريم فيها، فممكن ديروا جوج او لا ديروا شي قرعه ديال الزاج تكون سهله الاستعمال، وديروا فيها هذيك الكميه اللي تحصلتوا عليها ديال الكريم، غير شي حاجه من احسن تكون ديال الزاج. وكما كتشوفوا معايا هذا هو الكريم، مازال سخون، مازال غادي يبرد وياخذ هذيك لاتيكستير ديال الكريم. هنا غادي نخليه وغادي ندوزو باش نحضروا الخلطه ديالنا، اولا باش نوجدوا الماسك اللي غادي نستعملوا. هنا غير للاشاره فقط، يعني ممكن تستعملوا هذا الكريم بدون ما تخلطوه مع كريم نيفيا، راه ممكن اللي ما عندهاش ولا اللي ما بغاش دير الطريقه ممكن تفادوها، يعني تاخذوا هذاك الكريم وتطبقوه على البشره ديالكم تكون من احسن نظيفه، يعني ما فيها لا مكياج لا حتى حاجه، يعني تغسلي البشره ديالك وتطبقي عليها هذا الكريم، تخليه من 10 ل 15 دقيقه وتغسلي البشره ديالك، يعني الا كنتي غتستعمليه بوحدو من طبيعه الحال. هنا انا غنستعمله مع الكريم ديال نيفيا، كناخذ واحد المعلقه صغيره، وعلى حسب عاوتاني واش غديري وجهك وعنقك ولا الجسم ديالك، على حسب يعني الكميه، على حسب داكشي اللي غادي تستعمله. مهم تقريبا يعني ملعقه صغيره ديال كريم نيفيا مع ملعقه كبيره ديال هاد الكريم هذا ديال الخرقوم اللي حضرنا. صافي غادي نخلط هاد المكونات كما كتشوفوا معايا حتى نتحصل على واحد الخليط اللي كريمي. بالنسبه لهاد الوصفه هادي، كتصفي البشره من الكلف من الحبوب، بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب ما كتخليش الحبوب صفه نهائيه، ولا حتى دوك البقع ديال الحبوب اللي كيبقاو تيخسروا البشره والوجه كيولي كامل ازرق، يعني كيولي حالته. هاد الوصفه زوينه وسهله، يعني غير مكلفه بتاتا، من هنا يعني العيد غديريها انت غير اسبوع، ما ماشي غديريها يعني واحد الفتره طويله، راه كل نهار غتستعمليها، كل نهار غادي يبان لك الفرق، يعني كتبقاي تستعمليها مده اسبوع وجهك راه ما نعاودش ليكم كيفاش كيولي الوجه، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. كتخلطي الخليط بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، ومن بعد كتابليكيو هذا الخليط على الوجه، يعني وجهك تغسليه مزيان وتطبقي عليه هذا الكريم. ممكن ديري ليدياتك، العنق ضروري البنات، ما تنساوش ليا العنيق، لان راه كيبدا كيبان الفرق ما بين عنقك وما بين وجهك، يعني ضروري درتي وجهك ما تنسيش العنيق، دوزي عليه حتى هو راه تيولي واحد تيولي كيبان يعني الوجه بحالو بحال العنيق، يعني كيبان الوجه ديالك صافي وكذلك العنق ديالك كما كتشوفوا معايا. انا كنوريكم هنايا كتطبقوا هذا الكريم بهذا الشكل هذا. مهم ممكن ديروه الركابي، ديروه الرجلين، ديروه داك المرفقين، كيحيد ديك الزروقيه، ممكن ديروه حتى لتحت الابط، المهم زوين بزاف. بالنسبه للجسم ممكن تخليه حتى نص ساعه، اما بالنسبه للوجه والوجه يعني كتخليه 15 دقيقه هكا وكتغسلوه. من بعد ما كتستعملوا هذا الكريم ضروري رطبوا داك المكان اللي استعملتوا ليه هذا الوصفه، يعني الجسم او لا البشره، هكا بشي زيت مرطب، اي زيت عندك مرطب غادي تستعمليه تدهني به بحال هكا، زيت جوز الهند او لا زبده الشيا،
المهم اي حاجه عندك كتستعمليها اولا شي كريم مرطب كتستعمليه وغادي تدهني بهذا الشكل هذا. المهم تيعطي واحد هاد الوصفه كتعطي واحد البيوضه وكتنقي البنات كتنقي يعني عرفتي شنو راه وجهك كيولي بحال شديتيه وحيدتي ليه واحد القشره اللي كانت مغطيه ليه ولا اللي كانت يعني فيها داك كاع دوك العيوب يعني فيها التصبغات فيها الرؤوس السوداء يعني الوجه اللي كيكون حالته راه تيولي كيشعل بالبيوضه. المهم طولت عليكم ولكن الوصفه راه زوينه صراحه كيف ما قلت لكم ممكن ديروا كريم نيفيا او ديروا غير هكذاك. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو اللي عندكم شي تساؤل مرحبا خليه لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم في امان الله.